طيب انا معايا على التليفون كابتن عثمان وطارة، نجم فيتا كلوب. كابتن عثمان اهلا وسهلا بيك، برحب بيك معانا على شاشة اون تايم سبورتس وبرنامج جمهور التالتة. ميرسي بوكو ميرسي اشكركم بوكو كثيرا، جي سي تريز هوري ديت افيك فو. وانا سعيد جدا بهذه المداخلة معكم. انا اللي بشكرك، شكرا جزيلا. الصوت بس انا عايز اتاكد من الشباب في الكنترول، الصوت تمام؟ كله تمام؟ المشاهد سمعنا كويس؟ كله تمام. طيب كابتن عثمان، خليني اسالك عن رؤيتك للقاء الامس وفكره التعادل مع النادي الاهلي في القاهره بهدفين لهدفين، تقييمك للمباراه ايه بشكل عام، وبعدين ندخل في التفاصيل. كان ماتش مباراة صعبة جدا على كل الأصعدة، كنا نلعب مع فريق كبير اسمه النادي الأهلي، لعبنا بكل طاقتنا وبكل قوانا لكي نحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، وهو ما نجحنا في تحقيقه بالفعل. هل كنت تتوقع النتيجة دي، التعادل مع النادي الأهلي بهدفين؟ هل كان ده في حساباتكم؟ بالتأكيد كان ذلك في حساباتنا قبل أن نأتي إلى القاهرة. كنا نعلم أنها مباراة صعبة وسوف يحسمها المجهود فقط داخل الملعب. عملنا كثيرا مع الجهاز الفني للتحضير على هذه المباراة، وشاهدنا الكثير من التسجيلات لفريق الأهلي كي نعرف قوته وضعفه. الأهلي أضاع العديد من الفرص، 29 محاولة أضاعها النادي الأهلي أمام مرمى فيتا كلوب. من وجهة نظرك ومن خلال وجودك في المباراة، ما هي أسباب إضاعة هذه الفرص السهلة اللي كانت كفيلة بفوز النادي الأهلي في هذا اللقاء؟ هذا طبيعي في كرة القدم، من الممكن أن يكون فريق ليس في يومه، ولكن نعم كان لديه الفرصة للتسجيل في أكثر مناسبة، ولكن تألق حارس مرمانا مع أدائنا الدفاعي مع سوء التوفيق الذي لازم بعض لاعبي الأهلي حرمه من أن يسجل أكثر من هدفين. الهدف اللي سجله فيتا كلوب في الشوط الأول هو هدف عكس سير المباراة، هل كنت تتوقع هذا الهدف؟ هل هذه الكرة كان مدرب عليها فريق فيتا كلوب في وقت سابق لاستغلال هجمة مرتدة ما يتم فيها اللعب على خط دفاع النادي الأهلي؟ لا بالتأكيد، هذه لم تكن جملة تكتيكية تدربنا عليها قبل المباراة، ولكنها جاءت وليدة صدفة وجاءت نتيجة أحداث سير اللقاء. كانت الهدف كان بشكل تلقائي جدا ولم يكن جملة تدربنا عليها من قبل. المدير الفني قال لكم إيه بين الشوطين لما دخلتوا بين الشوطين وأنتم متقدمين على النادي الأهلي بهدف؟ قال لنا أنه يجب أن نستمر بنفس الحالة الذهنية وبنفس التركيز وبنفس العزيمة التي اتفقنا عليها قبل المباراة، لأنه بمثل هذه الروح يمكن أن نواجه فريق كبير كما الأهلي. وولتر بواليا الكونغولي الجنسية مهاجم النادي الأهلي أضاع العديد من الفرص، كيف ترى من وجهة نظرك؟ هل هو رأس حربة غير محظوظ ولكن لديه الإمكانيات؟ يعني تقييمك له على الصعيد الفني. كما قلت، وولتر بواليا هو لاعب كبير، ولكن هو كان في الدي أوف، لم يكن في يومه، وهذا يحدث للاعبي كرة القدم، ما من مشكلة. انتقل للحديث عن ركلة الجزاء. ركلة الجزاء كما سمعنا وصل إلينا، اعتذر عنها رضوان جيد للاعبي النادي الأهلي بعد أن تابعها
مرة أخرى وجد أنها لم تكن ضربة جزاء صحيحة، هل شعرت بذلك في أرضية الملعب أن ضربة الجزاء يعني لم تكن صحيحة وكانت أيضا من خارج المنطقة؟ الحكم هو القاضي الوحيد في المباراة، وأعتقد أن قراره باحتساب ضربة جزاء كان قرار صحيحا. الآن لأنه قدم، ليس لأنه قدم اعتذار للاعب الأهلي يمكن أن نقول أن أخطأ، حتى لو كان قد أخطأ في أثناء المباراة فهذا وارد جدا من الحكام، هذا يحدث في كل مباريات العالم. كيف تستعدون للمباراة المقبلة في كينشاسا؟ وهل بالفعل سيتم خوض هذا اللقاء الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة؟ وكما علمنا هو على ملعب الشهداء، وهو ملعب الشهداء واحد من ملاعب النجيل الصناعي، صحح لي المعلومة إن كنت مخطئا. نعم سوف نلعب في ملعب على نجيل صناعي، وهذا ملعب مطابق للمواصفات العلمية، ما من مشكلة في ذلك، ونحن معتادون على أن نلعب كل مبارياتنا في ما بعد الظهيرة، هذا ليس استثناء للأهلي، نحن في المعتاد نلعب مبارياتنا دائما في هذا التوقيت. كيف ترى فرص وحظوظ فيتا كلاب في التأهل من هذه المجموعة من وجهة نظرك؟ أعتقد أننا لنا 90% من الفرص لكي نتأهل، أعتقد أن لدينا كل الوسائل التي تؤهلنا للدور الثمانية والتفوق على الأهلي في المباراة القادمة في كينشاسا. كابتن عثمان وطارة، كابتن فريق فيتا كلاب، بشكرك شكرا جزيلا وسعيد بالتحاور معك، أتمنى لكم كل التوفيق في الفترة اللي جاية. كابتن إسماعيل وطارة، عثمان وطارة عفوا، كابتن فريق فيتا كلاب، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في جمهور الثالثة وأون تايم سبورتس 2.